وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان النبوي. الدرس 64 بعد 200. ذكر الدجال وصفته وما معه. أيها السادة الكرام، في هذا الباب معنا أحاديث كثيرة صحيحة وردت عند الإمام البخاري في صفة الدجال، ومنها ما سأعرضه عليكم الآن. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. حديث آخر، حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب ذكر الدجال. معنا حديث آخر، لكن الحديث الآخر فيه تفاصيل كثيرة تحتاج إلى شرح كبير. دعني أركز معك في صفة المسيح. المسيح أحيانا يقال المسيح الدجال، وأحيانا المسيخ الدجال. جاء بهذه الصفة وجاء بهذه الصفة. على أي حال، سنعتمد النسخة التي في البخاري، المسيح الدجال. من فضل الله تعالى علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا كل شيء وذكر صفة المسيح الدجال، وأنه أعور، وأن عينه اليمنى طافية، كأن عينه عنبة طافية، يعني بارزة، عينه ظاهرة كده. وعلى هذا يا سادة يا كرام، يا سادة، فإن الله تعالى حاشا أن يكون كذلك، لأن المسيح الدجال يزعم أنه الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، يعني المسيح الدجال، وإن ربكم ليس بأعور،
وإن بين عينيه مكتوب كافر. أخرجه البخاري في كتاب الفتن، وأخرجه البخاري في كتاب في باب ذكر الدجال. أيها السادة الكرام، أيها الطيبون المحبون لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث مهمة جدا جدا جدا، لأننا في كل عهد في كل زمان في كل 10 سنوات يخرج واحد، مرة في باكستان، مرة في أفغانستان، مرة في دسوق في مصر، مرة في لبنان، مرة في السعودية، ويقول أنا المسيح الدجال. أيها السادة الكرام، خروج المسيح الدجال أو المسيح الدجال لن يكون أمرا طارئا كده استثنائيا كما يزعم بعض الموسوسين أنه المهدي المنتظر. خروج المهدي المنتظر مربوط بعلامات أخرى، خروج المسيح الدجال مربوط بعلامات أخرى، خروج المسيح الدجال مربوط بنزول سيدنا عيسى، خروج المهدي المنتظر أو ظهوره مربوط بأن الخلافة الإسلامية تعود مرة ثانية ويكون مقرها فلسطين. التفاصيل دي مهمة جدا ولم تحدث، محتاجة آلاف السنين كي تحدث، وبالتالي فلا بد أن نحترم هدي النبي الكريم فيما بلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس فقط في اختلاف الصفات بين المسيح الدجال وبين الله الملك، حاشا لله حاشا لله أن يكون كذلك، ولكن لأن المسيح الدجال سيجري معجزات خارقة يفتن بها الناس، وهذا ما سنعرفه في دروس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى من سلسلة البيان النبوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.